عايزه اتطرق لتصريحات مستر فايلر بالتحديد بعد القرعه واللي اتكلم فيها الموقع الرسمي للنادي الاهلي النهارده، واللي قال ان مستر فايلر اتكلم مع اللاعبين وقال لهم احنا مش بنفكر دلوقتي اطلاقا في بطوله دوري ابطال افريقيا، لسه المرحله بتاعتها ما جاتش وقتها، والتركيز في هذا التوقيت وهذه المرحله لسه مش دلوقتي. احنا عندنا مباراه غايه في الاهميه يوم السبت القادم مع نادي، او السبت اللي بعد القادم طبعا يوم 19 اكتوبر مع نادي الزمالك، فبالتالي تركيزنا كله منصب حول هذه المباراة، لأن هي مباراة فعلا غاية في الصعوبة ومع غريم تقليدي مميز نادي الزمالك. وقال إن احنا ماشيين خطوة بخطوة، بنركز في كل مباراة على حدة، وده شيء أساسي وسمة أساسية من سمات النادي الأهلي. وكمان مستر فايلر قال إن المرحلة فيها تحديات واستعدادات خاصة، و قال ان هو بيقدر وبيحترم كل المنافسين سواء محليا او افريقيا، انه ده الطبيعي، والاحترام ده اللي دايما هيقودك للانتصارات سواء في المباريات او في البطولات بشكل عام محليا وافريقيا، وده الهدف الاساسي. خليني اقول لحضراتكم كمان ان الفريق بيواصل استعدادات قويه جدا لمباراه الزمالك، والنهارده اخر يوم قبل الاجازه، بكره في اجازه ان شاء الله يوم الجمعه والسبت،